حضور إعلامي واسع انطلقت مساء أمس الثلاثاء أولى اللقاءات وجها لوجه ضمن أسبوع الملاكمة لنزال رياض سيزن كارد ويمبلي إديشن المرتقب والتي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن. فعلى بعد 3 أيام من النزال الكبير جرت المواجهة البارحة في العاصمة لندن بين بطلي الوزن الثقيل جوشوا ودانيال دوبوا، حيث كان هذا اليوم الأول من سلسلة أحداث مثيرة تسبق النزال الكبير، إذ يلتقي الملاكمون وجها لوجه لأول مرة، مما يرفع مستوى الحماس بين الجماهير. هذا شيء رائع، سيكون عرضا عظيما، لا أستطيع الانتظار لكي أقاتل. لقد كان أفضل مخيم تدريبي، لقد عملت جاهدا من أجل هذا النزال وعانيت في النادي الرياضي، والآن سأجعل منافسي يعاني في الحلبة. موسم الرياض أصبح عالميا الآن، أنا جاهز من أجل هذا النزال. ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع، وكذلك المستشار تركي آل الشيخ أخذ الملاكمة إلى مستوى آخر وقام بتعريف العالم بالمملكة العربية السعودية.